بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا المحاضرة الماضية عنا في موضوع نيوتريشن كير اناليسيس عند نيوتريشن كير بروسيس، وحكينا عن نيوتريشن كير بروسيس انها عبارة عن عملية متكاملة تنقسم الى 4 مراحل، بتبدأ بنيوتريشن اسسمنت وعملية التقييم التغذوي متبوعة بنيوتريشن دايجنوسيس تشخيص الغذائي، وبعدين بيبدأ عندي اللي هو مرحلة نيوتريشن انترفينشن التدخل التغذوي متبوعة بمرحلة اللي هو التقييم المستمر في نيوتريشن مونيتورينج اند ايفالويشن. اليوم ان شاء الله راح نحكي عن اول جزئية في هاي البروسس بنسميها نيوتريشن اسسمنت. نيوتريشن اسسمنت بينقسم زي ما انتم عارفين الى 4 مستويات او 4 جزئيات، اللي هي الاي بي سي دي، انثروبومتريك ميجرمنت، بايوكيميكال اناليسيز، كلينيكال دايجنوسيس، اند دايتري اسسمنت. خلينا نبدا احنا بالجزئية الاولى في نيوتريشن اسسمنت اللي هو الهيستوريكال information. المقصود بالهيستوريكال انفورميشن هو عبارة عن التاريخ المرضي او التاريخ اللي ممكن انا اخذه او احصله من المريض اللي هو علاقة بالحالة التغذية تبعته. المصادر تبعت الهيستوريكال انفورميشن يعني ممكن اعتمد عليها، ممكن تكون عبارة عن مصادر مباشرة، على سبيل المثال هو بده يعمل انترفيو مباشرة مع البيشنت نفسه او المقدم الرعاية تبع المريض هذا، سواء كان الطبيب او حتى كان اللي هو النيرس او الممرض. ممكن انا اخذ برضه اللي هو الهيستوريكال انفورميشن من مصادر اخرى زي الميديكال ريكورد، اللي هي عباره عن السجل الطبي تبع هذا المريض، اعرف انه في عنده بعض الامراض المعينه، بياخذ ادويه معينه، هل عانى من مشاكل سابقه او لا. اللي المعلومات اللي انا ممكن اخذها في الهيستوريكال انفورميشن هي عباره عن الميديكال هيستوري، التاريخ المرضي تبعه، الميديكيشن اند سبلمنتيشن هيستوري، هل بياخذ اللي هو ادويه معينه، تعرفين في عندي اللي هو تداخلات ما بين الادويه والعناصر الغذائيه زي ما هنشوفها في المحاضرات القادمه، بياخذ سبلمنت معينه، مكملات غذائيه، التاريخ الاجتماعي تبعه، هل هو اعزب، ارمل، مطلق وخلافه، برضه الفود اند نيوتريشن هيستوري، هذه كلها بتدخل في اللي هو ما يسمى بالهيستوريكال انفورميشن، يعني التاريخ الغذائي تبعه وانواع الاطعمه اللي بياخذها، اللي عباره عن دايتري اسسمنت. على سبيل المثال في الميديكال هيستوري اللي ممكن احنا ناخده من المريض نفسه او الكير جيفر، العمر تبعه، الشكوى الحالية اللي عنده، الشكوى السابقة سواء كانت اللي هو مشاكل صحية بيعاني فيها، التريتمنت أو العلاج اللي بياخده، كان في عنده اللي هو تاريخ يعني إجراء عمليات جراحية وخلافه، الفاميلي هيستوري أو جينيتيك هيستوري يعني التاريخ المرضي للعائلة نفسها، هل في عنده اللي هو احتمال يصاب بكرونيكال ديزيز ولا لا وخلافه. برضه ممكن ناخذ اللي هو بعين الاعتبار المنتال فانكشن أو اللي هو الإيموشن ستيسس، اللي هو الحالة العاطفية تبعته أو الحالة العقلية أو الذهنية. الجزئية الثانية ممكن أخذها بعين الاعتبار مهمة جدا في الهيستوريكال انفورميشن، هي عبارة عن ميديكيشن اند سبلمنتيشن هيستوري، يعني هل هو بياخذ أدوية بوصفة طبية بنقصد فيها الوصفة الطبية تبعت الأمراض المزمنة، الضغط، السكر، الأمراض النفسية وخلافه، هل بياخذ اللي هو الأو تي سي أو بنسميها أوفر ذا كاونتر دراجز، اللي هي عبارة عن الأدوية اللي بتصرف من غير وصفة طبية زي على سبيل المثال اللي هو المسكنات وخلافه، هل بياخذ دايتري سبلمنتس، بياخذ هيربال سبلمنت يعني بياخذ فيتامينات، بياخذ معادن، بياخذ اعشاب، كلها برضه باخذها بعين الاعتبار. من ضمن الهيستوريكال انفورميشن نقطه مهمه برضه البيرسونال اند سوشيال هيستوري، يعني المهارات والمعارف الادراكيه تبعته، الخلفيه العرقيه تبعته او الثقافيه، مستوى التعليم، الوظيفه، الفاميلي سيتويشن، الهوم سيتويشن، هل هو يعني العائله تبعته متزوج زي ما حكينا، مطلق، بيسكن ببيت العيلة، بيسكن لوحده، بيسكن اللي هو في دار للمسلمين وخلافه، الديانة تبعته وبالتالي المعتقدات الدينية حتأثر جدا برضه على الحالة التغذية تبعته، هل هو بيستخدم اللي هو بنسميه الدراجز اوف ابيوز زي مثلا توباكو، الكحول، الليجل دراجز، كل هذه برضه باخذها بعين الاعتبار. فود اند نيوتريشن هيستوري اللي عندي حنتعرف عليه عن طريق اللي هو الديتري اسسمنت. الفود انتيك، بياكل الطعام، معدل اللي هو تناول الطعام، الفود افيلابيليتي، قدرته على الوصول للطعام هذا، هل في عنده صار اللي هو تغيرات حديثه في الوزن، هل اتبع انظمه غذائيه قاسيه او انظمه اللي هو الرجيم وخلافه، في عنده اللي هو حساسيه بعض انواع من الاطعمه، ما بيتحملش بعض انواع من الاطعمه، المعلومات التغذويه، المعلومات الصحيه تبعته ومعرفته، مدى معرفته به اللي هو يعني نسميها النيوتريشن نولج اللي هو المعرفه التغذويه وخلافه، النشاط البدني والجسد تبعه، هل بيلعب رياضة ما بيلعبش، هذا كله باخذها بعين الاعتبار من ضمن الهيستوريكال انفورميشن اللي عندي بتفيدني في النيوتريشن اسسمنت.
طيب الجزئيه الثانيه عندي ديتا الاسسمنت بعد الهيستوري اسسمنت او الهيستوريكال انفورميشن باجي بعمل اللي هو الديتا الاسسمنت عامل التقسيم تربوي. في عندي اللي هو اربع انواع من الديتا الاسسمنت او الميثودز تبع الديتا الاسسمنت اللي انا ممكن اخذها من الاعتبار, وحين حنشوف نوعا ما مقارنه سريعه بين هاي الانواع الاربعه. في عندي ما يسمى 24 اور دايتري كول, 24 اور دايتري كول بمعنى انه انا بعمل انترفيو مع المريض, تمام, انترفيو بوجهه يعني يجاوبني على اسئله معينه, وبالتالي بعمل اللي هو عمليه نوعا ما تذكر مع المريض بحيث انه انا نعمل تغطيه شامله للاطعمه والمشروبات اللي تناولها المريض في اللي هو 24 previous 24 hours اللي هو ال 24 ساعه الماضيه. بتذكر انا في عندي ريكول معناته هذا ايش, انا بتذكر ال 24 ساعه الماضيه. النوع الثاني من الدايتري اسسمنت ميثود بنسميها الفود فريكونسي كويشنير, وهذا اللي هو اكثرها شيوعا, بمعنى انا في عندي كويشنير او استبيان في الغالب بيعبيه المريض نفسه على سبيل المثال, بيشمل اللي هو الاطعمه والمشروبات اللي بيتم استهلاكها او تناولها يعني بالعاده يعني regularly within a specific period of time يعني خلال فتره زمنيه معينه. ممكن انه انا اخذ عن طريق الفود فريكونسي كويشنير هذا يا اما كواليتاتيف اور سيمي كوانتيتيف انفورميشن, يعني انا باخذ اللي هو يس اور نو يعني بيتناول او ما بيتناولش, اور كوانتيتيف يعني بياخذ اللي هو 1 كب بير داي 1 كب بير ويك 1 كب بير مانث يعني سيمي كوانتيتيف, يعني بس ما اقدر انا اخذ اللي هو الكميه الدقيقه بالضبط اللي بيتناولها المريض من هذا الطعام. وحنشوف كمان شويه يعني في السلايد اللي بعديها في عندي اللي هو سامبل اوف فود فريكونسي كويشنير, بمعنى في العينة من الفود فريكونسي كويشنير او المثال اللي عندي هان اخذنا بس اللي هو الكاتيجوري تبع التفلوس. طبعا احنا في الفود فريكونسي كويشنير بنحط اللي هو قائمة طويلة من الاطعمة اللي محتمل ياخذها المريض او اللي انا بركز عليها في قياس المرض معي. على سبيل المثال هان عندي اللي هو الفواكه, وضربنا لكم مثال عن البنانز او الموز. في عندي هان هاو اوفن اند هاو ماتش, يعني كم مرة بتاخذها, ما هي الكمية, عشان هيك سميناها احنا سيمي كوانتيتيف. لما نقول في عندي هاو اوفن يعني never or less than once per month, يعني نهائيا بتناولش هذا النوع من الطعام او اقل من مره بالشهر. في عندي بعدين اللي هو once per month, في عندي 2 to 3 per month, 1 per week, 2 per week, 3 to 4 times per week, or 5 to 6 times per week, or daily يعني every day. هذا هي how often, هي كم مره بتناول هذا الصنف من الطعام. طيب قديش حجم او الكميه اللي بتناولها من هذا الصنف؟ طبعا في عندي اللي هو السيرفينج عندي هو 1 ميديوم بنانا, يعني باخذ اللي هو سمول سيرفينج اور ميديوم سيرفينج اور لارج سيرفينج, وبالتالي بيعلم المريض على اللي هو العنصر اللي عندي اللي بيمثل تناوله من هذا الطعام. وبالتالي عندي مثلا اللي هو انواع الاطعمه اللي انا بدي اقيسها عند المريض بنلعب بيها بهذا اللي هو الكويشنير او الاستبيان, بينقسم لها هاو اوفن اند هاو ماتش, وبالتالي بيبدا المريض يعبيها بنفسه او ممكن بيعبيها او بيسالوا شخص في الانترفيو اذا كان المريض الليترت يعني ما بيعرفش يقرا او يكتب. طيب ثيرد ميثود في نيوتريشن اسسمنت او الدايت اسسمنت هي الفود ريكورد. فود ريكورد اللي هي عباره عن ايش, هي عباره عن كتابه لي او يعني يكتب المريض اللي هو الاطعمه والمشروبات اللي استهلكها او تناولها خلال فتره زمنيه معينه, وفي الغالب بتكون عباره عن ايش, بتكون عباره عن اللي هو several consecutive days او اللي هو يعني اكثر من يوم متتاليين او متتابعين. في الدايركت اوبزرفيشن, طب خد بالك والفود ريكوردز طبعا هنا مش بالماضي بالمستقبل, يعني المريض اللي هو بياخذ نقول خد اللي هو الشيت هذه وعبي لنا اياها بالاطعمه اللي انت حتتناولها خلال الاسبوع الجاي, وبالتالي كل طعام او كل شراب بيتناوله بيكتب اللي هو نوعه وبيكتب اللي هو الكميه اللي تناولها من هذا الطعام. فورث ميثود اوف دايتري اسسمنت نسميها الدايركت اوبزرفيشن, بمعنى الفود انتيك تبع المريض دايركتلي اوبزيرفد اند انالايزد بشخص اخر غير المريض نفسه. في الغالب بنقول عنه اللي هو النيرسز كونداكت بيشنت كالوري كاونت, يعني النيرسي اللي بتعمل عمليه اللي هو الكوندكشن تبع دايركت اوبزرفيشن للمريض اللي بتعمل له عمليه اللي هو حساب السعرات الحراريه او بتعد السعرات تبعت المريض اللي تناولها من هذا الطعام. لو بشكل عام بنعمل عمليه اللي هو يعني مقارنه بين هاي الاربع انواع
في الـ advantage and disadvantage من 4 methods of data assessment في الـ 24 hour data recall. زي ما حكينا هو عبارة عن interview بيكون فيها شخص، في الغالب بيكون مثلا اللي هو dietitian registered dietitian أو اللي هو dietitian technician. وزي ما حكينا 24 hour recall بمعنى انه بيعمل معه مقابلة على الأطعمة والمشروبات اللي تناولها خلال 24 ساعة الماضية. من ضمن المميزات لهذه الطريقة ما بتعتمد على مدى يعني قدرة المريض أو البيشنت على اللي هو القراءة أو الكتابة أو حتى اللي هو المستوى التعليمي تبعه، لأنه في عندي شخص بيقوم بأداء المقابلة معه. الانترفيو الادفانس انترفيو بتصير مباشرة بعد اللي هو يعني تناول الشخص للطعام، وبالتالي المقابلة نفسها ما بتأثر على احتمال انه الشخص يغير نوع الطعام تبعه. كيف يعني؟ لما نشوف كمان شوي، يعني في عندي الفود ريكورد انه الشخص لما يبدأ يعني يسجل اللي بده يكتبه ممكن يلاقي فيها غلبة نوعا ما، فبالتالي حيبدأ يتجه الى انواع معينة او اخف من الاطعمة، او لما يبدأ هو بده يسجل الطعام اللي بده يكتبه بالتالي ممكن هو يبدأ يتناول اطعمة مغذية عشان ايش يعني يحكي عن نفسه انه انا والله في عندي اللي هو نيوتريشن انفورميشن عالي جدا. لكن هان لما احكي عن 24 ساعة فاتوا معناته احنا الطعام تناولنا، فبالتالي هنسأل المريض اللي هو ايش تناول، وبالتالي ما بتأثر على اختيار نوعية معينة من الطعام. طبعا المعلومات اللي احنا ممكن ناخذها من هاي الطريقة عبارة عن ايش؟ عبارة عن كويك ميثود بسرعة، يعني بناخذ معلومات نوعا ما على 24 ساعة الماضية، وبالتالي بتكون نوعا ما سهلة في اعطاء هاي النتائج. من ضمن الديس ادفانتجز او العيوب تبعت هاي الميثودز او الليميتيشن، بما انها بالماضي فبالتالي بتعتمد بشكل كبير على الميموري، بتعتمد على الذاكره تبعت الشخص. لما يكون في عندي شخص كبير في السن نوعا ما ممكن ما يعطيش المعلومات دقيقه. في بعض الاحيان بيكون في عندي اندر استيميشن او اوفر استيميشن، يعني والله تناولت امبارح مثلا يعني نوعا ما خلينا نقول مثلا اللي هو بيض على الافطار، طب كم وحده؟ ممكن يكون مش ذاكره كويس، او ممكن يقول لك والله بيض هو فعليا ماكل تنتين او ثلاثه، ممكن يقول لك لا والله ثلاث بيضات هو فعليا ماكل واحده. مثلا ممكن كان عندي اندر استيميشن او اوفر استيميشن، لانه في النهايه انا بعتمد على مصدر المعلومات اللي هو المريض اللي عندي. في بعض الاحيان ممكن المريض ما يعطينيش المعلومه الصادقه بخصوص نوع معين من انواع الطعام اللي ممكن يسبب له احراج. على سبيل المثال بيشرب كحول، يقول والله تناولت كحول، ولا ما بتناولش كحول نهائيا. بعض الاحيان لما يكون المريض عندي اوفر ويت يعني يخفي بعض المعلومات عن بعض الانواع من الاطعمه زي الحلويات والنشويات اللي بياكلها، بحيث انه ممكن تشكله مصدر احراج او امبارسمنت. كمان عندي ادفانتج انه ما بقدرش انه انا اعتمد على معلومات فقط من يوم واحد بشكل اساسي، لانه ممكن يكون هذا اليوم يعني بكل بساطه it's not a typical day. يعني ممكن يكون اليوم هذا عندي مش يوم طبيعي، مش يوم مثالي او نموذجي عند الشخص اللي انا عملت معاه المقابله. ممكن يكون عنده مثلا يوم كان في فرح او في حفله او في يوم صيام وخلافه. سيزونال فاريشنز مي نوت بي ادريست، يعني التغيرات الموسميه ممكن انا ما اقدرش اغطيها بهذا النوع من انواع المقابلات او هذا الدايتري اسسمنت. يعني زي ما حكينا ممكن انا اعمل اللي هو الانترفيو هاد مثلا في سيزن معين في انواع معينه من الطعام، لكن في السيزن اللي بعديه او في اللي هو الفصل اللي بعديه او الوقت اللي بيه ما اقدرش انا اغطي فيها. يعني انا عندي هان باخذ اللي هو يعني معلومات غذائيه في زمن مستقطع في يوم معين، ما بغطي فيها اللي هو فتره حياه المريض او اللي هو طول السنه مع تغير الفصول اللي فيها مع تغير المواسم او المناسبات. طبعا هنا عندي نقطة مهمة جدا انه الميثود هذه في الدايتري اسسمنت بتعتمد بشكل اساسي على مهارات الانترفيور، مهارات الشخص اللي بيعمل المقابلة هاي، سواء كان مهارات اللي هو الاقناع او مهارات التحدث او مهارات اللي هو اكتساب المعلومات التغذوية من الشخص. التول الثاني من الدايتري اسسمنت سميناها الفود فريكونسي كويستيونير، زي ما حكينا هي عبارة عن ريتن سيرفي، يعني عبارة عن كويستيونير استبيان مكتوب لأنواع معينة من الأطعمة أو المشروبات اللي الشخص بتناولها خلال فترة زمنية معينة، في الغالب بتكون له خلال فترة اللي هي سنة سابقة. طيب من مميزاتها لما أحكي سنة معناته في عندي long term food intake، وبالتالي التغيرات من يوم ليوم أو التغيرات الفصلية نوعا ما بتأثر عندي على النتيجة. هاي شغلة.
شغلة تانية questionnaire is completed after food is consumed. لما حكينا بال 24 hour dietary recall. ال questionnaire اللي بنعمل بعد اللي هو الشخص ما يعني أنا بسأله عن الماضي، وبالتالي ما فيش في عندي اللي هو سميه bias أو إنه تأثير التول هذه أو التأثير ال questionnaire على الطعام اللي بده ياكله أو بده يتناوله الشخص. شغلة تانية الميثود هذه is inexpensive to administer، يعني مجرد أنا بطبع الاستبيان وبعطيه للمريض وبالتالي هو اللي بيعبيه. من ناحية الديس ادفانتجز لما أنا أحكي عن الماضي إذا بتعتمد بشكل كبير على الميموري، تمام. كمان ليميتيشن مهم جدا إنه الأطعمة أو قائمة الطعام اللي إحنا بنحطها في الكوشنير عندي هي عبارة عن الكومن فودز أونلي، يعني فقط الأنواع الأطعمة الشائعة، ما بجيش اللي هو لا سبيسيفيك فودز، لأنه هذه ممكن في بعض الناس ما بيعرفوهاش وبالتالي في عندي فاريشن بين شخص إلى آخر. السيرفينج سايز أو حجم الوجبة بشكل أساسي difficult to evaluate without assistance. يعني لازم يكون في عدل هو شخص يساعد الانترفيوي او الشخص اللي انا بقابله انه يقيم ايش هو حجم الوجبه اللي عندي او السيرفنج سايز اللي انا حطيته. يعني لما نقول والله السيرفنج عندي اللي هو 1 كب، ايش يعني 1 كب؟ بالتالي بدها تحتاج تفسير او انتربريتيشن من الشخص اللي بيقدم الكويشنير. الكالكوليشن تبع النيوتريت انتيك may not be accurate، يعني الحساب الدقيق للنيوترينت اللي بياخذها المريض ممكن يكون صحيح بشكل اساسي، لانه هنا بنعمل سيمي كوانتيتيف زي ما حكينا على النيوترينت انتيك. فود ليست فور ا جنرال بوبوليشن ار ليميتد فاليو ان سبيشال بوبوليشنز، يعني لما يكون في عندي اللي هو يعني سبيسيفيك بوبوليشن او سبيشال بوبوليشن، ناس الفيجيتيريانز على سبيل المثال، لما انا استخدم معهم استبيان معمول للجنرال بوبوليشن مش حينفع، مش حيعطيني نتيجه بشكل اساسي او النتيجه بتكون عندي دقيقه. من أهم الليميتيشنز برضو عندي هاي الطريقة not effective for monitoring short term changes in food intake، يعني ما بستخدمها لقياس التغيرات الحديثة أو القريبة في food intake خلال مثلا الأسبوع الماضي أو خلال اليومين الماضيين أو حتى خلال الشهر الماضي، ما بتنفع، لأنه هذا حكينا عنها long term food intake measurement. الميثود الثالثة بنسميها food record، food record description تبع هذه الطريقة هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن written account of food consumed during a specific period، يعني شخص بيكتب كميات الطعام وأنواعه اللي استهلكها خلال فترة زمنية معينة. في الغالب هاي الفترة بتكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن يعني أكثر من يوم متتالي، يعني يومين ثلاثة أربعة ورا بعض. طبعا هل لما بدي أنا أحسن أو أزود من كفاءة هاي الطريقة ممكن احنا نعمل عملية اللي هو الانكلوجن للويتس اند ميجرمنت كويتس اوف ميجر فود، يعني احنا نحط اللي هو برضه وزن الطعام اللي شخص تناوله، يعني مش فقط الانواع وكميات، لا برضه الوزن تبعه. مميزاتها ما بتعتمد على الميموري، احنا حكينا هذا عبارة كونسكيوتيف دايز، يعني خلال ايام متتالية راح تيجي. عملية اللي هو تسجيل الطعام بشكل اساسي ممكن تحسن من كفاءة وصحة الانتيك داتا تبعت المريض اللي أنا بقيسها، يعني ما بعتمد على الميموري، ما بعتمد على اللي هو ذاكرة المريض، ما بعتمد على اللي هو يعني كميات بشكل عام، لأن في عندي عملية اللي هو تسجيل دقيق، وفي بعض الأحيان بحط اللي هو وزن الطعام، وبالتالي بيعطيني اللي هو accurate interpretation للداتا انتيك تبعت اللي هو النيوتريت اللي بياخدها المريض. العملية هاي يعني ممكن تكون مفيدة جدا في التحكم في تناول او الانتيك تبع المريض، لانه في عندي ريكورد. لما يكون في عندي ريكورد المريض نوعا ما بيزيد اللي هو وعيه ودرايته بالفود تشويسز او خيارات الطعام اللي بياخدها، لكن لما قلنا بيزيد وعيه ودرايته بتالي هذا هيقودنا للليميتيشن او ديس ادفانتج، معناته انه الريكوردينج بروسيس ممكن نفسها تاثر على الفود انتيك او الفود تشويس. وبالتالي هو في اليوم الطبيعي مثلا بيتناول ما نفترض انه كميات كثيره من السكريات او النشويات، لكن لما يلاقي حاله بيسجل نوعا ما وهو عنده معلومه انه السكريات هذه ضاره للصحه، وبالتالي حتاثر ويبدا حيقلل من الكميه الطعام او النوع هذا من الطعام اللي بياخذه، وبالتالي صار في عنده له تاثير لطريقه اللي هو الديتر اسسمنت هاد على الفود تشويس تبعه او الفود انتيك. في بعض الاحيان ممكن يكون في عندي اندر ريبورتنج
of portion size errors. بمعنى الامبارسمنت او الخجل بقول لك والله انه انا ما تناولتش مثلا اللي هو 2 كابس اوف صودا، لا انا اخذت اللي هو 1 كاب اوف صودا، بصير في عندي اندر ريبورتنج. ممكن يصير في عندي اللي هو البورشن سايز ايرور، يعني يتلخبط في اللي هو حجم الحصه او الحجم الواجب، يعني يسجل ال 1 كاب 100 ملي بدل مثلا 250 ملي. الطريقه هذه تايم كونسيومينج، بتاخذ وقت كثير، بتعمل نوعا ما من اللي هو الملل والضجر عند الشخص اللي بيتناولها، وبالتالي بدها هاي تكون عند الشخص دافعية وحافز كبير جدا. طبعا لما نحكي عن اللي هو أوزان وقياسات وتسجيل، معناته الشخص هذا لازم يكون في عنده نوعا ما الحد الأدنى من التعليم وقدرته على اللي هو الكتابة والتسجيل. التغيرات الموسمية أو التغيرات الفصلية في الطعام ما بتاخدش بعين الاعتبار أو ما بتتسجلش هام. ليش؟ لأنه حكينا فقط اللي هو أيام متتابعة أو متتالية، لكن في أي مناسبة في أي فصل ما بقدرش أنه أقيسها بشكل كبير أو أساسي. آخر جزئية عندي هو Direct Observation، يعني المتابعة المباشرة للميل تريز اللي هو عبارة عن صينية الطعام اللي بتتقدم للمريض نفسه قبل ما يتناول هذا الطعام. وفي الغالب هذه ما بتكون هو في البيت، بتكون في المستشفى او في دور المسنين او دور الرعاية. يعني في عندي اللي هو النيرس او مقدم الطعام بيقدم الوجبة في اللي هو التري او الصينية، مكوناتها اوزانها، وبعدين بيستلمها من المريض، وبالتالي بيشوف ايش اللي نقص، وبالتالي ممكن يحدد قديش كمية الطعام ونوعه اللي تناوله هذا المريض. ما بتعتمد طبعا على الذاكرة النهائية، ما بتأثر على الفود انتيك، لأنه مش هو المريض اللي بيقرر أو اللي بيسجل. نوعا ما هذه الطريقة ممكن من خلالها أنه أنا أقيم قدرة المريض على الأكسبتابيليتي أو قبوله لنوع معين من الطعام. من عيوب هذه الطريقة ما بقدر أعملها في أي مكان ولا وين ما كان، زي ما حكينا فقط اللي هو في residential situations، اللي هو لما يكون عندي المريض او المقيم سميه اللي هو الانبيشن داخل المستشفى او مؤسسة institution معينة، وهي تحتاج اللي هو يعني زي ما نقول labor intensive، تحتاج اللي هو طاقم وظيفي، بحيث انه في عندي كل شخص بده ناس تراقب وناس تعد وناس تسجل كمية الطعام اللي تناولها هذا الشخص. هذه اللي هو four methods of dietary assessment. النوع الثالث من نيوتريشنال اسسمنت بنسميه الانثروميتريك داتا او مقاييس الجسد. طبعا هي عباره عن فيزيكال ميجرمنتس اوف هيومن بودي، يعني المقاييس الجسديه لجسم الانسان بشكل اساسي. ممكن من خلال هذه المقاييس انه انا اكشف عن بعض المشاكل التغذويه، سواء كانت هي الاوفر نيوتريشن او حتى البروتين انرجي مان نيوتريشن. ممكن من خلال مقاييس الجسديه معينه انه انا الاحظ بعض اللي هو المشاكل التغذويه اللي بتظهر خلال هذه المقاييس. طبعا في عندي اللي هو الهايت طول، وفي عندي برضو الوزن. طبعا حنشوف بعض اللي هو الستاندرد تكنيكس اللي من خلالها انه انا بقدر اقيس اللي هو الطول، في عندي الهايت اور لينث، وفي عندي نوعا ما استيميشن تكنيكس اللي هو طرق لتقدير الطول، سواء كان اللي هو يعني نقدر نقول هو ارتفاع الركبة عن الارض، او حتى اللي هو طول الذراع بمعادلة معينة من خلالها ممكن أنا أخذ تقدير لطول الشخص أو طول الجسم لما يكون في عندي مشكلة في قياس الطول الحقيقي أو الطول الفعلي لهذا المريض. طبعا هذا الكلام حناخده بالتفصيل في الجزء العملي من هاي المادة، اللي هو بعض التيبس أو بعض النقاط اللي ممكن من خلالها أنا أقيس الطول الفعلي أو حقيقي بدقة للمريض. طبعا في عندي اللي هو length and height، الطول اللي عندي سواء كان في supine position اللي هو في الوضع الأفقي للأطفال ما بيقدروش يقفوا، أو حتى في الوضع العمودي، حناخدها بالتفصيل إن شاء الله في الكورس العملي. body weight وزن الجسم بقيس من خلاله التغيرات في الوزن اللي ممكن يعني تعمل عملية اللي هو أو تنعكس على التغيرات في محتوى المائي لهذا الجسم. بمعنى من خلال الوزن أنا ممكن أنا أقدر المحتوى المائي للجسم اللي صار نتيجة بعض المشاكل المرضية اللي ممكن تؤدي إلى تراكمات في اللي هو الماء أو يسمى الـ water retention or edema.
من ضمن برضو اللي هو فوائد الوزن اللي انا ممكن اخذها بعين الاعتبار لو involuntary weight loss، يعني لما يكون عند الشخص في اللي هو انخفاض غير متعمد في الوزن، ممكن معناته يكون sign of protein energy malnutrition. يعني فيش بفيد الوزن بشكل اساسي في المالنيوتريشن، ممكن اللي هو غير الاوفر نيوتريشن او زياده الوزن، يعني اللي هو ريسنت ويت تشينجز او الفولنتري ويت لوس ممكن يؤدي هذا ساين على بروتين انرجي مالنيوتريشن. ممكن يكون في عنده اللي هو ريسنت ويت جين بشكل ملحوظ، ممكن هذا يكون عباره عن ووتر اكوموليشن، معناته في عنده نقص في البروتين. البوكس هذا اللي قدامنا موجود برضه عباره عن تيبس فور رايت ميجرينج اوف ويت، معناه اللي هو بعض النصائح اللي من خلالها احنا نقيس الوزن بصوره صحيحه، برضه حنشوفه احنا بالتفصيل في الجزء العملي من هذا الكورس. بعض المقاييس الجسديه الاخرى لفئات معينه او فئات عمريه معينه زي الهيد سيركمفرنس، محيط الراس. محيط الراس يعني اقيسه لحديد 3 سنوات، وهو عباره عن عمليه assessment for brain growth، يعني تقييم لنمو الدماغ داخل الجمجمه وبعض الاعراض اللي ممكن تؤدي الى المالنيوتريشن او ممكن تنتج عن المالنيوتريشن في هذه الفئه العمريه. طبعا محيط الدماغ برضو بمحيط الراس برضو احنا بناخده عشان نشوف البرين ديفلوبمنت او اللي هو تطور الدماغ في اطفال اللي بيولدوا ما يسمى سمول فور جستيشنال ايج. سمول فور جستيشنال ايج يعني اصغر من اللي هو الحجم الطبيعي تبعهم او الوزن الطبيعي او العمر الطبيعي تبعهم، او اللي بنقول عنهم بريماتيور اللي بيولدوا قبل الموعد تبعهم او اصغر من او اقل من 2 كيلو ونص. بعض المقاييس الاخرى زي السيركمفرنس اوف ويست اند ليمز، محيط اللي هو الخصر ومحيط الاطراف. طبعا محيط الخصر بقيس من خلاله او بعمل اساس من خلاله البادي فات، يعني هو تراكم دهون الجسم وين تمركزها بشكل اساسي. لما انا اعمل قياس لمحيط الاطراف بعمل من خلال اللي هو عمليه تقييم للماسل ماس، يعني محيط الخصر بقيس فيه من خلاله او بعرف من خلاله بيديني معلومات عن البادي فات، لكن محيط الذراع او محيط اللي هو الفخذ باخذ من خلاله اللي هو معلومات عن الماسل ماس او الكتله العضليه عند الشخص. بشكل عام عمليه اللي هو تقييم المقاييس الجسديه في المواليد او الاطفال يعني في ايش بتفيدني؟ بتفيدني بشكل اساسي في الـ evaluation of growth، تقييم النمو، عشان هيك احنا بنعمل عملية اللي هو قياسات متتالية او متتابعة سواء كان للطول او حتى الوزن او محيط الرأس، وبنحطها على ما يسمى اللي هو growth chart، يعني هو منحنيات النمو تبعت الاطفال. وبالتالي بلاحظ انتم بيكون في عندي اللي هو الـ growth pattern بنقوله اقل من 5th percentile، هذا بيكون عندي في النورمال رينج. البادي ماس اندكس فور ايج اللي هو من 5، يعني اقل من 5 او اكثر من 85، هذا بيكون في عندي مشاكل في اللي هو البادي ماس اندكس فور ايج. يعني في الجروث باتن اذا كان في عندي لور ذان 5 بيرسنتايل هذا معناته في عندي له بروبلم او مش بينموش، يعني بيكون في عندي الطفل يعني في عنده اللي هو مشكله في اللحاق بالنورمال جروث شارت تبعت الفئه العمريه تبعته. البادي ماس اندكس لما يكون اقل من 5 معناته في عندي اللي هو ايش؟ مال نيوتريشن. لما يكون اكثر من 85 يكون برضه مال نيوتريشن، لكن هناك يكون في عندي لو اندر ويت، اكثر من 85 يكون في عندنا اوفر ويت. برضه هذا حنوضح الجروث شارت في الكورس العملي ان شاء الله. ان ادلتس بعمل عمليه اللي هو الانثروبومتريك اسسمنت اور ميجرمنتس لتقييم النيوتريشنال ريسكس اللي ممكن تكون مصاحبه لبعض الامراض عند الادلتس او كبار السن. بمعنى خلص هو الجروث والديفلوبمنت صار عنده، وبالتالي انا ما بعملش عمليه تقييم للجروث تبعته، لكن انا بعمل عمليه اللي هو تقييم للنيوتريشن ريسك اللي ممكن تكون نتيجه من مرض معين مصاب فيه. برضو انا بستخدمها لاشوف معدل فقدانه للوزن اللي ممكن يكون نتيجه من مرض معين. عشان هيك احنا بنستخدمش مثلا البادي ماس اندكس، لا بنستخدم شغله معينه اخرى بنسميها البيرسنت اوف يوجوال بودي ويت. percent of usual body weight يعني نسبة وزنه من الوزن المعتاد او الوزن الطبيعي اللي كان عليه. بمعنى بناخذ اللي هو الكرنت ويت الوزن الحالي وبقسمه على اليوجوال ويت الوزن الطبيعي تبعه المعتاد ضرب 100، اللي بصير عندي
البيرسنت اوف يوجوال بودي ويت. طب ايش اللي هو الدلاله؟ هذا ايش بيعطيني دلاله؟ حنشوف كمان شوي. او باخذ اللي هو يعني اندكس اخر بسميه البيرسنت اوف ايديال بودي ويت، كارنت ويت على الايديال بودي ويت اللي هو الوزن المثالي مضروب في 100، برضه بيعطيني اللي هو كلو او دليل اخر من الانثروميتريك اسسمنت. طيب شو علاقة اللي هو النيوتريشن ريسك او الانفولنتري ويت لوس مع النيوتريشن ريسك؟ على سبيل المثال لما يكون عندي نسبة الويت لوس تبعته اكثر من 2% في 1 ويك، هذا يعتبر اللي هو النيوتريشن ريسك، او اكثر من 5% من الويت لوس تبعه من اليوجوال بودي ويت هذا في شهر، برضه يعتبر النيوتريشن ريسك. اكثر من 7.5 في 3 شهور او اكثر من 10% في 6 شهور، هذا يعتبر عندي النيوتريشن ريسك. يعني بنروح بنجيب اللي هو الاماونت اوف ويت لوس، يعني هذا الوزن تبعه تقريبا يعتبر 70 كيلوغرام، هذا اليوجوال ويت، لكن خلال الاسبوع الماضي مثلا صار وزنه 65. بنروح بناخذ اللي هو ال 5 كيلوغرام اللي هو كميه الوزن اللي خسرها مقسومه على ال 70 ضرب 100، بيطلع عندي البيرسنت اوف ويت لوس، نسبة الوزن اللي فقده. طيب هذه فقدت في قديش؟ ايش الفترة الزمنية؟ تمام؟ إذا كانت هذه الفترة النسبة مفقودة أكثر من 2% في أسبوع، أو أكثر من 5 بشهر، أكثر من 7.5 بثلاث شهور، أكثر من 10 بست شهور، هذا يعتبر عندي ايش؟ يعتبر على دليل إنه في عنده نيوتريشنال ريسك ناتج من مرض معين. طيب زي ما حكينا أنا في عندي اليوجوال بودي ويت أند أيديال بودي ويت وعلاقتها بالنيوتريشنال ريسك، بمعنى بيرسنت اوف يوجوال بودي ويت زي ما حكينا عندي هان اللي هو الكرنت ويت مقسوم على اليوجوال بودي ويت ضرب 100. اذا كان عنده اللي هو البيرسنت يوجوال بودي ويت من 85 ل 95 فهذا عنده مايلد مال نيوتريشن، يعني نوعا ما احتمال يصاب بمايلد مال نيوتريشن. او حتى البيرسنت تبعت الايدل بودي ويت من 80 ل 90، اذا كان من 75 ل 84 في اليوجوال بودي ويت او في الايدل بودي ويت من 70 ل 79 هذا مودريت مال نيوتريشن، لكن اذا كان اقل من 75 اليوجوال بودي ويت او اقل من 70 في الايديال بودي ويت فهو عباره عن ريسك اوف سيفير مال نيوتريشن. طيب من ضمن المقاييس الجسديه اللي احنا برضه بناخذها بعين الاعتبار ان ادلتس اللي هو سكين فولد اند ليمب سيركمفرنس، اللي هو عباره عن مقياس سمك الجلد او محيط الاطراف. طيب الحين انا من خلالها ما بقيم وزن الجسم على سبيل المثال، ولا بقيم مستويات الدهون، لكن انا بقيس اللي هو محيط العضله نفسها والكتله العضليه. ليش؟ بعض الامراض هنا عندي بتكون مصاحبه او مرافقه بفقدان للكتله العضليه في جسم الانسان، بمعنى انه في كبار السن فقدان اللي هو الكتله العضليه وفقدان اللي هو الطول نوعا ما بنلاقيها شائعة مع أن وزن الجسم ثابت، معناته أنه وزن الجسم هان ما بيعطيني دليل على النيوتريشن ستيتس تبعت الشخص. عشان هيك بيلجأ الكلينيشن أو بيلجأ الدايتيشن أنه ياخذ له محيط الأطراف أو حتى سمك الجلد، بحيث أنه يشوف وين في عندي تغير في البادي كومبوزيشن اللي أنا ممكن أنا أعمل له عملية اللي هو علاج أو أخذ بعين الاعتبار في الخطة التغذوية اللي عندي. يعني مش فقط وزن الجسم، الوزن الجسم ممكن يكون ثابت لكن في عندي مشكله ضمور في العضلات، او يعني هو loss in muscle mass or muscle tissue، وبالتالي بنرجع لقياس محيط اللي هو الطرف او الذراع او محيط او سمك الجلد، بحيث انه انا اخذ بعين الاعتبار اللي هو التغيرات اللي صارت عندي في الكتله العضليه رغم ثبوت او ثبات وزن الجسم. في nutrition assessment في عندي برضو ما يسمى biochemical analysis اللي هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن يعني شوف البادي فلويدز ونقيس فيها بعض اللي هو التغيرات اللي بتصير نتيجة النيوتريانت انتيك، بمعنى ممكن انا احصل على بعض المعلومات عن البروتين انرجي مال نيوتريشن، عن الفيتامينز المينرال ستاتس الفلويد الكترولايت بالانس اند اورجان فانكشن، كل هذه ممكن انا اخذها عن طريق اللي هو مقاييس على سبيل المثال اللي هو اليورين سامبل اند بلاد سامبل. في معظم الاحيان احنا فقط اللي بناخده اليورين سامبل، عينات البول او حتى عينات الدم، وهي باخذها بصوره يعني دوريه بحيث انه انا اتابع التحسن
أو اللي هو الانحدار في حالة المريض اللي عندي. تمام، من ضمن اللي هو الروتين لابوراتوري تيست اللي احنا ممكن ناخدها على سبيل المثال هو السيرم بروتين، نشوف البروتينات اللي في الدم عشان نشوف البروتين انرجي ستيتس تبعته، اذا في عنده بروتين انرجي مالتيشن ولا لا. من ضمن البروتينات هذا اللي هو الالبيومين اللي هو العداد او المعيار للسيفيرتي اوف النس، بروتين انرجي مال نيوتريشن. في عندنا الترانسفيرين اللي هو المخزن تبع الحديد، الترانسفير مي ترانسفيرين عندي، كل ما زاد الليفل تبعه معناته انه صار عندي اللي هو نقص في الايرون، كل ما انخفض الترانسفيرين معناته انه في عندي الايرون مالها عاليه او مخازنه كافيه في الجسم. الترانسيرتين او بسميه البري البومين او ريتينول بايندنج بروتين، هذول الاثنين بيستجيبوا بصوره سريعه للبروتين انرجي مال نيوتريشن، يعني لو كانوا ناقصين وارتفعوا معناته انا في عندي تحسن في حاله البروتين عند المريض. السيري اكتف بروتين هذا عباره عن ايش، انفلاماتوري ماركر، يعني بيزيد بشكل سريع نتيجه هو حدوث انفلاميشن او انفكشن في عند المريض، وبالتالي بنلاقيه بشكل اساسي مرتفع في حالات الكريتيكال النسس. هاي عباره عن ايش، عباره عن روتين لابوراتوري تيست اللي احنا لازم ناخذها بعين الاعتبار، اللي تكون لها بعض اللي هو المدلولات التغذويه. يعني احنا لازم نتعرف على هاي، مش نحفظها، على الاقل احنا نفهم اللي هو ايش التست اللي عندي، ايش النورمال رينج، وايش الدلاله تبعته. يعني احنا في اللي هو التغذيه لما بدي انا افحص حاله المريض او اشوف حاله المريض ويكون في عنده موجود بعض اللي هو التحاليل، افهم كيف انا اعرف اقراها وايش اللي هو الدلاله تبعتها بشكل اساسي. على سبيل المثال ايش يعني اللي هو الار بي سي كاونت؟ الار بي سي كاونت هو عباره عن نمبر اوف ار بي سيز، وعباره عن عدد الار بي سيز. طب ايش الكلو او ايش الدلاله تبعته؟ هذا بيساعدني في التعرف على الانيميا. الهيموجلوبين، الهيموجلوبين برضه اللي هو عباره عن ايش، اللي هو محتوى الار بي سيز او الهيموجلوبين كونتنت في ار بي سيز، برضه بيساعدني على اللي هو الدياجنوز تبع الانيميا على سبيل المثال. الوايت بلاد سيلز او الدبليو بي سي، هذا النمبر اوف وايت بلاد سيلز، برضه يعتبر ايش يعني كلو او دلاله على الاميونيتي تبعت الشخص. السيرم بروتين، في عندي مثلا التوتال بروتين، في عندي الالبيومين والترانسفيرين حكينا عنه اللي هو البروتين تبع الحديد. يعني انا مهم جدا اعرف الفحوصات هذه واخذها بعين الاعتبار وافهم ايش الدلاله تبعتها الحيوي. اخر جزئيه عندي في النيوتريشن اساسا نسميه الفيزيكال اكزامينيشن. الفيزيكال اكزامينيشن او الفحص الجسدي. الفحص الجسدي هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن ترجمه للعلامات الجسدية لحالة سوء التغذية اللي بتكون موجودة عندي. طبعا هاي بتكون ايه، بيكون في عند الشخص اللي بيقوم بهاي الاكزامينيشن بده يكون عنده السكيلز اند كلينيكال جادجمنت، يعني يكون المهارة والخلفية السريرية بحيث انه يقدر يحكم ويقدر يفرق ما بين اللي هو الساينز المختلفة. طبعا أعراض المالنيوتريشن بشكل أساسي بتظهر على أعضاء الجسم اللي بيكون فيها استبدال الخلايا بمعدل عالي جدا أو معدل سريع، زي اللي هو الشعر أو الجلد أو حتى القناة الهضمية. يعني معظم أعراض المالنيوتريشن بلاقيها بتظهر في أعضاء الجسم اللي يكون في عندي اللي هو السيل ريبليكيشن تبعها أو السيل ريبليسمنت بيكون عالي جدا. شغلة تانية عندي في الفيزيكال اكزامينيشن هو الهايدريشن ستيتس، يعني مستوى الماء او الفلويد في جسم الانسان، هل في عنده اللي هو فلويد ريتينشن زي الايديما يكون ناتج من البروتين انرجي مال نيوتريشن، او في عنده دي هايدريشن الجفاف، يعني في عنده نقص في السوائل. هاي برضه مهمه جدا ناخذها بعين الاعتبار. انا في عندي البودي سيستمز اللي ممكن تحمل علامات على النيوتريان ديفيشنسز. تمام، نقدر نحن نعرف اللي هو ايش الانتربريتيشن او الترجمه تبعتها. على سبيل المثال لما يكون عندي الشعر المظهر الطبيعي اللي يفترض يكون هو عبارة عن شايني فير من سكالب، يعني الشعر يكون هيك لامع حيوي ويعني فروة الرأس، يعني الشعر ما بتسحب بسهولة، يعني جامد مغرز فروة الرأس. طيب أعراض المال نيوتريشن، الشعر بيكون اللي هو ضل يعني هيك باهت، بيتكسر، متقصف، بيتساقط بسهولة. هذه عبارة عن ايش؟ علامات البروتين انرجي مال نيوتريشن او حتى نقص اللي هو فيتامين سي اذا كان على شكل هو الحلزون نفسه. تمام؟ طيب هل في عندي اسباب اخرى ممكن تؤدي الى
خلينا نقول اللي هو هاي الاعراض، لكن مش مالي نيوتريشن. اه طبعا زي اللي هو الهير بليتشنج، يعني بتعمل هو البليتش تبع الهير، يعني بتعمل مثل تعريض الشعر ل الصبغات او المواد الكيميائيه. ممكن يكون تساقط الشعر عمليه طبيعيه للتقدم في العمر، ممكن تساقط الشعر نتيجه اللي هو الكيموثيرابي والعلاج الكيميائي، او حتى اللي هو الراديشن في حاله مرضى السرطان. على سبيل المثال اللبس او الشفاه يفترض انها تكون سموث، يعني ما فيش في عندي كراكس فيها. signs of malnutrition هي عباره عن dry cracked or sore in the corners of the mouth or the lips، يعني بيكون في عندي اللي هو الشفاه جافه متشققه، او في زوايا الفم بيكون في عندي تقرحات، هذه بنسميها فيتامين بي ديفيشنسيز بشكل عام. ممكن يكون في عندي اسباب اخرى، نعم يكون في عندي اللي هو حروق الشمس، او حتى اللي هو رسحه الهواء، او حتى زياده اللعاب، هذا برضه يعتبر من الاسباب اللي ممكن تعمل هاي الاعراض، لكن ما تكونش عندي مال نيوتريشن. لو اخذنا مثلا اللي هو النيل، الاظافر يفترض انها تكون سموث فيرم اند بينك، يعني ناعمة يعني قاسية ما بتتكسرش، و النيل بيد اللي هو الأسفل الأظفر يكون لونه بينك. طبعا لما يكون في عندي ريدجز اللي هو يعني فيها حواف أو فيها زي المطبات هيك، أو ريدجز بنسميها بروتين انرجي مال نيوتريشن، إذا كانت على شكل سبون زي الملعقة، هذا بيكون عندي ايرون ديفيشنسي، وهذه هي أعراض اللي هو المال نيوتريشن تبعت different body system. برضه حلو ناخذها بعين الاعتبار لأنها بتفيدني في عملية التشخيص أمراض سوء التغذية عند المرضى. في عندي نوع آخر من الفيزيكال اكزامينيشن بنسميه الفانكشنال اسسمنت، يعني التقييم الوظيفي، لأنه في عندي بعض النيوترين ديفيشنسز ممكن تعمل خلل في بعض الوظائف الحيوية في جسم الإنسان. طبعا هذه كل فانكشن لها تيست او بروسيجر معين ممكن انا يساعدني في عمليه التقييم. على سبيل المثال انه بنسميها الهاند جريب سترينث، يعني بنخلي المريض اللي هو يسلم ويضغط على اليد ونشوف له قوه الضغطه تبعته، بحيث نشوف له القوه العضليه تبعته. ممكن بشكل بسيط نعمل اللي هو اكسرسايز توليرانس، اكسرسايز تولرانس يعني نخليه يبذل مجهود عضلي ونشوف تحمل لهذا المجهود، ونقيس هو وظائفه وضربات القلب ومعدل التنفس و خلافه. هذا بنسميها فيسيولوجيكال او فانكشنال اسسمنت، تقييم وظيفي للمريض.